منح من كل الألوان. بس أحمد كريم سلمان من العراق، أشكر قناة منح من كل الألوان على دعمهم المستمر. معكم مجد عماد داود، أنا قدمت على منحة من قناة منح من كل الألوان. أخوكم إبراهيم منصور حسن من اليمن، قدمت على قناة منح من كل الألوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال إن شاء الله بإذن الله. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا ومنح موجودة في نيوزيلندا. بس قبل ما أتكلم عن الموضوع ده أحب أوضح لدي قناتنا قناة منح من كل ألوان، هتلاقوا عليها فرص ومنح عديدة جدا، تمام. بالإضافة كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا، هتلاقوا عليه جميع مقالات المنح اللي احنا بنعرضها على القناه وجميع خدماتنا اللي احنا بنوفرها. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهوله. طيب خلينا نبدا على بركه الله ونتكلم عن موضوع اليوم. موضوع اليوم هو موضوع شيق جدا، تمام. الموضوع ده هنتكلم فيه عن منح موجوده في نيوزيلندا، تمام. المنح دي هي منح مموله بالكامل متاحه لجميع المراحل الدراسيه. طيب هنا انا عملت لكم زي كده يعني حاجه كده بسيطه مفصله، لماذا يفضل الطلاب في نيوزيلندا او طلاب الدراسه في نيوزيلندا او البقاء في نيوزيلندا بعد الانتهاء من شهادتهم؟ لان بيمكنهم العمل في نيوزيلندا بعد لما تخلص الدراسه بتاعتك، كمان انت ممكن تشتغل في نيوزيلندا. وكمان المنح اللي موجوده معانا هي منح متاحه للبكالوريوس الماجستير والدكتوراه، يعني متاحه لكافه المراحل. طيب هنا عملنا وصف مختصر، الدولة اللي هيكون فيها الدراسة هي نيوزيلندا، الجهة المانحة هي الحكومة النيوزيلندية، بتقدم منح وبعض جامعات نيوزيلندا كمان. الفئة المستهدفة جميع الدول، سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. مستوى الدراسة، المنحة دي متاحة للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، تمام. طيب التمويل، المنحة دي ممولة بالكامل. طب بتشمل ايه في التمويل بتاعها؟ قبل ما نتكلم عن موضوع التمويل تفاصيل عن المنحة دي، بيقول لك لا يوجد سوى 5 جامعات في نيوزيلندا تقدم القبول بدون اختبار الايلتس. يعني لو انت مش معاك شهادة الايلتس او شهادة اللغة بتقدر تقدم على 5 جامعات هي اللي متاحة ممكن تقبلك بدون شهادة اللغة لو انت مش معاك، تمام. طب بالنسبة للدعم المالي اللي بتقدمه المنحة دي، المنحة دي بتقدم منحة الحكومة النيوزيلندية، بتقدم الرسوم الدراسية كاملة، انت مش بتدفع اي تكاليف خالص بالنسبة للدراسة. كمان بدل المعيشة، يعني راتب شهري عشان يغطي لك تكاليف المعيشة، عندك حاجة اسمها بدل التأسيس، عندك حاجة اسمها التأمين الطبي لما تكون في نيوزيلندا، تكاليف العلاج على حساب المنحة، عندك تذاكر السفر بالطائرة من وإلى بلدك، تمام. يعني تذاكر الطيران من وإلى نيوزيلندا على حساب المنحة. كمان عندك حاجة اسمها تأمين على السفر، ده بتشمله المنحة برضو. طيب المنح الحكومة النيوزيلندية، بيقول لك المنح الدراسية لحكومة نيوزيلندا لبرنامج درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بتقدمها لجميع المراحل، تمام. وهذه منح دراسية جامعية كاملة للطلاب الدوليين. وفي كمان حاجة اسمها منح تدريب قصيرة الأجل، تمام، لمواطنين المحيط الهادي وتيمور الشرقية. دي طبعا بالنسبة لدول آسيا ما لناش علاقة بيها، لكن احنا بنتكلم عن الدول العربية، فهي منح الدراسية للبكالوريوس والدراسات العليا اللي بتقدمها الحكومة النيوزيلندية، تمام. كمان تدريب اللغة الإنجليزية للمنح الموسمية، كمان الحكومة النيوزيلندية بتقدم حاجة اسمها تدريب اللغة الإنجليزية، يعني لو أنت حابب تاخد كورس لغة إنجليزية، تمام، بتسمى NZETL-O، تمام. فممكن تاخد التدريب في اللغة الإنجليزية حتى لو أنت مش عايز تدرس مرحلة دراسية بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه. طب إيه الجامعات اللي موجودة عندنا؟ تمام، زي جامعة أوتاغو في نيوزيلندا، دي برضو بتقدم منح غير منحة الحكومة النيوزيلندية. عندنا تاني حاجة، منحة جامعة أوتاغو في نيوزيلندا بتقدم منح، وهتلاقي من خلال الرابط ده تفاصيل المنحة، تضغط على كلمة هنا هيفتح معاك الموقع الرسمي اللي فيه كل التفاصيل، تمام. دي المنحة بتاعة جامعة أوتاغو. طيب كمان عندنا منح ويلينغتون، تمام، الدراسية في نيوزيلندا، ودي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. يعني لو بحثت عن منح ويلينغتون الدراسية في نيوزيلندا على الموقع بتاعنا هتلاقي اللي احنا عملنا مقالة مخصوصة على المنحة دي برابط التقديم الخاص بها، تمام. ومنحة جامعة وايكتو الدولية برضو اتكلمنا عنها في الموقع بتاعنا، تمام. وفي حاجة اسمها جامعة لينكولن الدولية، ولو عايزين تعرفوا على المنحة دي طبعا احنا ما حطيناش الرابط بتاعها، لكن انت كل اللي هتعمله ممكن تاخد كده الموضوع كوبي بيست، تمام، وتروح باحث على الجوجل، تمام، تطلع لك المنح الدراسية الموجودة في جامعة لينكولن، تمام، وهتلاقي التفاصيل يعني الكاملة عنها. طيب ومنحة جامعة كانتربري اللي هي يو اس يو سي عفوا،
دي برضو من ضمن المنح الكويسة جدا اللي بتقدم تمويل كبير في نيوزيلندا. طيب ودي الجامعات اللي احنا قلنا بدون ايلتس، قلنا عندنا 5 جامعات بدون ايلتس، هي دي الجامعات تمام، جامعة اوكلاند، اوتاغو، كانتربري، لينكولن، ويونيبيتك تمام. دي الجامعات الموجودة في نيوزيلندا بتقبل من غير شهادة الايلتس. وبكده بقى وضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بالمنحة دي تمام. وبالنسبة احنا قلنا بالنسبة لمنحة الحكومة النيوزيلندية هي طبعا لسه ما فتحتش تمام، لكن في منح تانية جامعية زي منحة جامعة اوتاغو وغيرها فاتحين دلوقتي، لكن لما منحة حكومة نيوزيلندا تفتح ان شاء الله هنتكلم عنها بشكل مباشر، لكن احنا حابين نستعرض لكم المنحة دي لانها مميزة جدا ومتاحة لجميع المراحل تمام. كمان ما تنسوش الخدمات الإضافية، بنقدم خدمة تقديم بشكل احترافي لأي فرصة ومنحة انت عايزها، عايز تقدم خلالنا على المنحة دي متاح. خدمة فرص مضمونة القبول للمساعدة للسفر إلى هولندا، منح دراسات مضمونة القبول في الصين، خدمة تجهيز الأوراق، خدمة تقديم على فرص العمل. ولو عايز أي خدمة الخدمات دي بتلاقي رابط استمارات خدماتنا موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وكمان بتلاقي موجودة هنا تملى استمارة الخدمة اللي أنت مهتم بيها، وإحنا بنتواصل معاك ونرتب لي كل شيء تمام. كده بشرحنا كل التفاصيل، أتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.